بص بقى، هنبدأ طبعا ده الكتاب الخواجة، وطبعا حاطط كل تقريبا صور المدربين بقى، مانويل خوسيه وموسيماني وفايلر كله. فكرة جات لك منين؟ وقبل ما نخش على الفكرة وعلى الكتاب، خلينا نتعرف عليك أكتر برضه. أنا اسمي أحمد ماهر، أنا من محافظة الشرقية، مولود سنة 86، بحب النادي الأهلي جدا طبعا، بشجع يعني للنادي الأهلي من وأنا عندي 5 أو 6 سنين. وفكرة الكتاب يعني الفكرة بتاعت الكتاب بالنسبة لي جات لي اللي هي يعني حاسس إن أنا عايز أوثق حاجة يعني تاريخ المدربين الأجانب في النادي الأهلي. فكرة على فكرة، يعني أنا ما شفتش حد عملها قبل كده. هي الحمد لله، يعني الحمد لله ان كل يعني كلنا كنا بنقرا وبنسمع المدربين الاجانب، المدربين الاجانب اللي هم المعروفين او المشهورين، لكن في يعني جزء عدد كبير من المدربين تولوا تدريب النادي الاهلي في ظروف مختلفه، في فترات مختلفه، في يعني في حقب زمنيه مختلفه، من خلفيات مختلفه، منهم اللي علم ومنهم اللي منهم لا. اللي علم وحقق بطولات، ومنهم اللي يعني ما وفقش في تحقيق لازم البطولات. نقف كتير عند اللي علمه، واللي علمه مش هينين وكلهم اسماء كبيره، بس طبعا يمكن اللي خلى الموضوع شويه مختلف يعني عاده الناس اللي بتتصدى لعمل كتاب او لتاليف كتاب عن النادي الاهلي غالبا ما بيكون خلفيتهم صحافه ادب كتابه. حضرتك خلفيتك ايه؟ لا انا من يعني خلفيتي ولا انت كتبت انطلاقا فقط من محبه للنادي الاهلي؟ بالظبط، انا مشجع في الاساس للنادي الاهلي ومحب للنادي زي ما قلت لحضرتك، يعني محب للنادي الاهلي، بشجع النادي الاهلي يعني من وانا عندي عندي 5 سنين، من زمان قوي يعني. ويعني الحمد لله يعني متابع جيد للنادي ولبطولاته ولتاريخه، فمن هنا الفكره، يعني الفكره دي جات لي من هنا ان انا اوثق تاريخ المدربين الاجانب في النادي الاهلي من النقطه دي، ده أول او كتاب الفكره دي. تعمله يا أحمد؟ ده اول كتاب، ايوه ده اول بس إن شاء كتاب، الله مش آخر واحد بقى. يا رب ان شاء الله ان شاء ناوي الله. تكمل عن النادي الأهلي تاني ولا؟ طبعا انا بكتب عشان النادي الاهلي، لان انا في الاساس زي ما قلت لحضرتك انا اهلاوي، وبكتب في الاساس عشان يعني حبا في يعني النادي بص، الاهلي ترجمت ورغبه. عشقك للنادي الأهلي من خلال الكتابة، أنت متخيل؟ مش مجرد فريق بتشجعه، كمان أنت عايز توصل لليفل أعلى، فبتعمل كتاب كمان تتكلم فيه أو بترصد نجاحات النادي الأهلي مع المدربين الأجانب. بالظبط، انا طبعا زي ما قلت انا حلو ده. بحب النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي جدا، ويعني ورغبتي فعلا ان انا يعني اوثق حلو. الجزئيه دي من تاريخ بس النادي. في ناس ممكن تبقى حابه توصل اللي عندها، وخصوصا انت اكيد عشان تكتب او تعمل كتاب زي كده معناه ان انت قعدت وبحثت وجبت يعني طبعا بالظبط. تاريخ النادي الاهلي كله. ما فكرتش مثلا ان انت تعمل حلقات على السوشيال ميديا، فيديو بتتكلم فيه عن التاريخ؟ يعني اللي عايز اساله لك، ليه اخترت كتاب؟ ليه الشكل ده تحديدا؟ يمكن عشان يعني انا بالنسبه لي انا يعني بحب القرايه والكتابه، من يعني بحب القرايه من زمان، ففكره المعلومه المكتوبه او اللي موجوده في الكتاب، موثقه قدامك. الموثقه اللي موجوده في الكتاب هي يعني كانت يعني افضل يعني وسيله لنقل المعلومه، او افضل وسيله لتوصيل المعلومه بالنسبه لي كانت دايما من خلال الكتاب. انا كنت بقرا كتير جدا يعني في مجال يعني في مجالات كتير، او في في يعني في اللي هو القراءة بشكل عام، يعني قراءة بشكل اللي عام، اللي تقع ايدك عليه بتقرا. بالظبط، قراءة بشكل عام. فزي ما قلت لحضرتك المعلومة الموثقة في كتاب هي كانت يعني يعني افضل وسيلة بالنسبة لي، او اللي انت اكتر وسيلة انا اخترتها، فضلتها اللي انا يعني. فضلتها. رائع جدا.